السلام عليكم. سر الصحة والسعادة وطول العمر. قبل أكثر من 70 عاما قامت جامعة هارفارد بواحدة من أعجب الدراسات العلمية وأندرها وأطولها في التاريخ، حيث أنها لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، حيث تمت متابعة حياة 724 رجلا ابتداء من عمر المراهقة. حوالي 60 شخصا من هؤلاء الرجال لا يزالون على قيد الحياة إلى الآن، معظمهم في التسعينيات من عمرهم. شملت هذه الدراسة مجموعتين من المراهقين، الأولى طلاب من جامعة هارفارد كانوا في السنة الثانية، وأن يكونوا من هذه الجامعة فهذا يعني أنهم من الطبقة الغنية المتعلمة المثقفة الراقية اجتماعيا، فلطالما قيمت هارفارد على أنها أفضل جامعة في العالم. الثانية كانت من مراهقين من أفقر الأحياء في مدينة بوسطن ومن أكثر العائلات التي تعاني في هذه الأحياء. ظهر في هذه الدراسة أن مستقبل الشباب كان مختلفا جدا ومتفاوتا، بعضهم صعد السلم الاجتماعي من أدنى دركات الفقر إلى أعلى درجات الغنى، وبعضهم الآخر مر بهذا السلم لكن في الاتجاه المعاكس. خلال فترة الدراسة الطويلة كان يتم سؤالهم عن وضعهم المادي وعن حياتهم الشخصية بتفاصيل كثيرة، كما أجريت لهم فحوصات طبية متكررة، وتمت زيارة عوائلهم، والديهم ثم زوجاتهم وأبنائهم، وكانت هذه البيانات تحدث كل سنتين. كان الهدف الرئيسي من الدراسة هو الإجابة على السؤال التالي: ما الذي يجعلنا أكثر سعادة وأفضل صحة وأطول عمرا؟ وكانت نتيجة الدراسة واضحة جدا، وهي: أتمنى أن توقف المقطع الآن وتفكر مليا لوحدك في الإجابة قبل أن تكمل. لم تكن الثروة التي يفني معظم الناس أعمارهم في سبيلها، ولم تكن الشهرة، ولم تكن المكانة الاجتماعية المرموقة، بل كانت شيئا أبسط من ذلك بكثير. خلاصة الدراسة كانت: العلاقات الجيدة تجعلنا أطول عمرا وأفضل صحة وأكثر سعادة. أظهرت الدراسات أن الوحدة قاتلة، وأن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة تدهورت صحتهم سريعا في منتصف العمر، وتراجع أداء أدمغتهم بسرعة، وكانوا أقل سعادة وعاشوا حياة أقصر. أما الأشخاص الذين عاشوا طويلا بسعادة وصحة جيدة فهم الذين كانت علاقاتهم جيدة مع والديهم وأرحامهم وزوجاتهم وأبنائهم وأصدقائهم. عندما سمعت الدراسة تذكرت مباشرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لطالما تعجبت منه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ليس المهم طبعا هو عدد العلاقات، بل أن تكون هذه العلاقات جيدة. اجعل حسن علاقاتك أولوية كبرى لديك. فما أعذب كلمات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله حين يقول: تمسكوا بأحبتكم جيدة، وعبروا لهم عن حبكم، واغفروا زلاتهم، فقد ترحلون أو يرحلون يوما وفي القلب لهم حديث وشوق. العلاقات الجيدة تبني حياة طويلة جيدة، والعلاقات السيئة تقصف العمر. السلام عليكم.